البنات كل عاقله فيكم على هذه المصاصه هي يا كشريفه قديمه قديمه يا البنات. زوينه ديال لاكني اللي فيها الحبوب فيها جيل نيتوايون. حنا جينا لكارفور ماركت هما البنات راه بداو عندهم اجواء الاحتفالات. هيا فاش جيت وريكم راسي زعما بالنسبه لعشاق النظارات يا البنات والنظاظر هانتوما دار الدك البلدي. انا نشوفو داكشي الرومي حتى هو غادي نحاولو نوريه لكم غتزيز الصالون وداكشي هادشي راه غزال البنات حيتات الصغار ما ننساوهمش حتى هما ناخذو لهم سنيسلات ديال هيلو باتي البنات. دابا جينا نتغداو في الزيتون مطعم الوان راه اللي ما جاش مطعم الوان البنات تاخذ الحوت راه ما كلات والو في الكناس ديال الفريتوره ديالهم بلاصه الفخار البنات. دابا بالنسبه للونطخي كيعطيو هكا انت انتيا وشنو بغيتي هانتوما البنات. دابا انا جبتكم معايا عند طبيب العينين جبت بنتي تدوز على عينيها الطبيب كاين في حمريه البنات كيعودوا عليه غزال. المهم تنهبطوا نقرا لكم العنوان مزيان فين جا راكم عارفين البنات. دابا راه ولا هذا المشكل هذا ديال قله النظر بالنسبه للدراري لا اله الا الله محمد رسول الله البنات. ها انايا بعدايا كيفاش جيت وريكم راسي زعما راه ولا هاد المشكله البنات كما قلت لكم ديال هاد النظر هكايا ولا الوليدات الصغار وهذا ولاو كيعانوا راكم عارفين ولاو كيقضوا لي بورطابل وكيجلسوا مع بيسيات ما عرفتش المشكل فين كاين البنات وعلاش وكيفاش. المهم دابا الله الله جبت بنتي باش دوز على عينيها ندخلو عند الدكتور واللي درتها نتوما معاه. هانتوما البنات حطيت بنتي في طبيب العينين ما صورتلكمش بزاف خفتو ما يبغيش دكتور غزال البنات سميتو دوحان. والمهم دابا حنا جينا لكارفور ماركت هانتوما البنات راه بداو عندهم اجواء الاحتفالات غنتلفو شي شويه انا وماما نتلفو شويه نشوفو الاثمنه نشوفو الجديد. المهم بيد ما يوصل الرونديفو ديالهم هما ونرجعو لهم اي حاجه بغيت نديرها هادنا ان شاء الله غنشاركها معاكم. وقلت علاش لا ما نضربوش دويره هنايا في كارفور وتشوفوا الاثمنه وتشوفوا الجديد ديالهم تشوفوا العروض اللي كاينه مع راس العام. انا البنات كاين داكشي ديال الوليدات الصغار وهذا لي توسيت المهم اللي باغي هذا كيوري على الذهب عندهم يا البنات كيحمق لا ضروري لا كيحمق وهذا الشيء اللي كيحمق العيالات البنات وهذا الشيء السوايع الذهب المهم داكشي غزال اللي عواله تجي لكارفور داكشي اخر الاركه شي غزال يا البنات. دكتو بحالي من عشاق الذهب يا سلام شي رائع جدا صراحه. هانتوما البنات هادي عاوتاني واحد الجهه اخرى من لافيترين ديال الذهب هانتوما دوك البراسليات ديال طروا كارتيه كيجيو فنانين. المهم ممكن واحد الضوي كيعجبني علاش لا ما نشاركوش معاكم رائع فن فن شوف دابا راه محتفلين بهادشي ديال راس العام. وهنا البنات خلاص هادشي عاوتاني غيحمقكم غيعجبكم هادي البلاصة ديال الروايح والزيوت ولي بارفان وداكشي انتوما شي زوين هادشي هنايا. حنا البنات دابا دخلنا لهذا الرواق ديال افغوشي فيه داكشي طبيعي البنات وكاين دي بروموسيون لا فان داني. المهم اللي بغات شي حاجه تجي لكارفور داكشي رائع. المهم اللي مهتمه وكتاخد هاد لا مارك راه ماركه مشهوره فيها داكشي طبيعي زوين البنات. المهم انا خاطفه لكم حاجه حاجه بحال هكذايا واللي مهتمه وبغات تمشي تدخل لكارفور في الرواق ديال هادشي هذا راه غادي تلقى كاع المسائل اللي غادي تنفعها وغادي تكون. مهم هنا العطوره البنات راكم عارفين اللي باغا دير كادو ولا اللي بغات تبرع راسها بلاصه ديال العطر ايفيدونس دايره 470 درهم كاينه ديال 450 بجوجهم بثمن واحد اه دابا كتاخدي جوج بثمن واحد ها هي راه واحد لا ما ما مول هادو هنا ديال اش هادشي هنا
تعدو دي بارفان عندك هاد لي بليزر ما شفتهم هما هاد لي هادو هما تيجيو في كاب زوينين فيهم دي بريبا تاعهم مزيانين كاينين لي كوفري ديال 89 درهم فيهم جيل دوش وفيهم كريم ديال لو كور فيهم ايبونج وكاينين ديال 119 عندي فيهم كريم ما وجيل دوش وكريم كور وايبونج كاينين هنايا ديال 159 فيهم جيل دوش كبير وحليب ديال لو كور وفيهم جيل دوش وفيهم كريم ما وفيهم بوم ا ليف وفيهم ايبونج كاين هنا ديزي دي كادو تاهوما تاهوما تيضحو تيجيو زوينين 149 هانتيا شوفي شنو فيهم فيهم كريم جيل دوش فيهم كريم ما فيهم ايبونج تاهوما هادو ديزي دي كادو تيجيو زوينين بوغ اوفخيغ عندك هاد لا تخوز دو ماكياج تا هي زوينة هانتي تدي 189 درهم فيها هايلايتر فيها فيرني وفيها بوم ا ليف ديال لي ليف هانتيا خيون ليف فيها هذا هايلايتر وهذا فيغني 183 درهم بلس هاد لاكروس هادي مكياج راه عندنا فيه 140% منهم نشتركو المكياج زوين عندنا لي كريم ديجا هضرتي على هاد لي كريم فيزاج سوان دو فيزاج هادو زوينين عندك هاد لاكام زوينه ديال لاكني اللي فيها الحبوب فيها جيل نيتوايون فيها لوسيون فيها ماسك وعندك هاد لو سوان هذا هذا كاترونا هذا سوان ايدغاتونت او ميم طون تي يونيفي يعني تي اكيليبري داك لو سيبوم لي سيكون في لو فيزاج فهمتيني تي روسيري لي بور لي سيكون عنده لا بور لي بور محلولي هذا تي روسيري لي بور داك المسام المسام و تينقص من الحبوب تي اكيليبري داك لو سيبوم لي تيعطي داك هذا افي غران فيزاج صافي عندك هاد الجيل نيتوايون هذا كلشي تيعرفو زوين ديال الغسيل الوجه شاك جور تغسلي بيه وجهك تي هيدراتي لا بو واخا تغسليها تبقى لا بو هيدراتونت هذا زوين هذا راه فيه بروموسيون دابا الثمن ديالو اصلا 99 درهم تيبقى ب 79 تيبقى نورمالمون بخيني ديال 99 درهم عندك هاد لي كريم هاد لي شامبوان ديالنا تاهما تاع لي شامبوان ديالنا سون سولفات سون سيليكون تاهما الشعر كاين على حسب لو تيب ديال لو شوفو ديال شاك وحده على حسب النوع الشعر هي ابيمي ولا شوفو سيك ولا لونتي شوت عندنا لونتي شوت تاهو بالديميلوغ ديالو حيتاش لا بلوبار ما تيكونش الديميلوغ دابا في هذا دابا عندنا الديميلوغ ديال لونتي شوت دابا اللي بغا هاد الماركة ديال ايفروشي واش يجي هذا ولا كاين عندنا لي بوان دو فونت في المغرب كامل حنا في مكناس كاينين ثلاثة هذا كارفور اللي في هذا مرجان لا في كارفور هذا كارفور اللي في حمريه لا بيل فيل في بلاص دار اللي في بلاص دار وكاين في سونتر فيل وكاين في مرجان كاينين ثلاثه وخا فين ما مشي دابا المهم هانتوما البنات الا كنتو مهتمين مرحبا بكم عندهم راه داك الشيء زوين ومنتوجات طبيعيه وراكم عارفين يعني بينيفيسيو عندنا لي كارت فيديليتي ديالنا اللي بغى يجي فشاك هذا ماكازان راه حنا تنسجلوا الناس وهذا كيدير واحد بلاصه المهم انتم غادي نخرطوا معاهم واللي كانت معتي وتاخذ لي المحتاجات يلا محد بعدا كاين دابا هاد لي بروموسيون ديال لافان دلاني يلا شكرا اختي ربي يخليك شكرا بارك الله فيك الله يخليك هذا الرواق البنات ديال العروس عندهم داك الشيء غزال انا عاد رجعت لكم ليه منين خلاوني بنا ونصور قلت معليش اللي قريب عرسها ولا اللي بغات دير شي كاطو عليها بكارفور البنات داك الشيء غزال ما شاء الله المهم عبايات فوطات هانتوما البنات ديكورات المهم داكشي رائع هانتوما العبايات كاين البنوارات المهم هادشي بالخصوص بالنسبه للعرايسات اللي بغات تبرع راسها واللي بغات تبرع حبيبتها ولا اختها ولا صاحبتها هانتوما البنات شي حاجه لا سلام هانتوما البنات هادو لي كوفري ديال لي ناب وديال هادو لي كوفغلي ديال بيت النعاس وهذا داكشي رائع البنات شي حاجه طوب هانتوما الديكورات المهم انا غنخطف لكم غير شويه شويه واللي مهتمه تجي لهاد الرباق في كارفور تاخذ اللي بغات هانتوما لي طابلو وكاين لي ناب شي حاجه ديال لا كلاس خلاص هادو الاطقم ديال الفوطات حمقتني هادي البنات المهم انا غندير لكم بعجاله راكم عارفين باش ما يجيكمش الفيديو طويل كاين هادو البنات هاد لي طاس حمقوني شي حاجه رائعه ما شاء الله المهم اللي كانت مهتمه اختي هادي ديال تركيا تبارك الله المهم اللي مهتمه تجي تاخذ اللي كتعجبها السلعه ديال تركيا راكم عارفين سلعه يا سلام
ديكورات رائعين الصراحه. هادو ديال الانهار وهادو العبايات تاع البنات. المهم داكشي رائع. انا غنحاول غير نوريكم من على برا اللي مهتمة تجي للرواق التركي في الاخر في كارفور. المهم يلا نخليكم. هانتوما البنات هنا كاين السوايع. بالنسبه اللي بغا تبع ثاني العام تجي تبرع راجلها وتبرع راسها ولا دارها وخوها وباباها، علاش لا، ما تجيش تدي له واحد الكويضو وتفرحوا ثاني العام هذا اللي عنده شي مناسبه. المهم البنات انا ضاربه بكم دوره. هانتوما البنات بالنسبه هكا شوانوط والسكر دايرين فيهم تخفيض، كاين السلطات في كلشي البنات. هانتوما شوينطات صغار لي ساك، المهم داكشي رائع البنات. شي ما شاء الله كلشي فيه تخفيض. يلا مرحبا بكم في كارفور. قلت لكم داك بلدي هانتوما دار داك البلدي، انا نشوفو داكشي الرومي حتى هو غادي نحاولو نوريه لكم. وهذا الرومي بالنسبه اللي كيبغي داكشي رويمي وكيبغيش داكشي ثقل، غتزيز الصالون وداكشي. هادشي راه غزاله البنات هانتوما معنات داكشي هانتوما. المهم بالنسبه لعشاق النظارات يا البنات والنظاظر هانتوما هانتوما الشكيلات شي رائع. تات الصغار ما نساوهمش حتى هما، ناخذ لهم سلسلات ديال هيلو كاتي وهذا الشيء انتما. بالنسبه للبنات وحتى لينا حنايا داكشي الرومي هذا الشيء باقي لا بلاكي اور ماشي ذهب. المهم اللي كتبغي هكا ديال شاك جوغ، وهذا كل واحد على حساب المستقع ديالو. البنات عندهم حتى الزيت البلديه، باينه زيت البلديه واعره وزوينه. المهم دابا دخلنا للبلاصه ديال الماكله، راكم عارفين البنات الخبز الخضراء داك التقديه راكم عارفين. المهم عندي بلاصة الخبز الخضرا هنايا، كاينين هنايا الشوكولا راكم عارفين البنات دابا وقت الشكلاط كاع الانواع ديال الشكلاط داكشي رائع غزال. البنات كنهبط الكاميرا باش ما نصورش الناس. هانتوما البنات هذا فيريرو روشي يعني غني على التعريف، شوكولاتة عالمية ورائعة البنات. اللي بغات دير شي كويضو شي جيست زوين وراقي هانتوما هاد البيراميد هذا كيدير 135 درهم كاين 118 درهم. المهم البنات خاص لي شامبوان داكشي راكم عارفين. المهم الأغلبية دابا مركزين على الشوكولات راكم عارفين دابا هاد الوقيتة، واللي بغا ياخد شي حاجة على قد الجيب هي 42 درهم شي زويون. يلا البنات هنا بقاتنا غير بلاصة الماكلة وداكشي، يلا باي باي حتى نشوفو شنو غادي نديرو ونشاركو معاكم إن شاء الله. دابا البنات من صغرات بنتي مع الطبيب العينين وخليت انا في الكويره في كارفور، غنمشيو للمدينه القديمه ثاني ندورو شويه. لقيت ما نصور لكم شي شويه غنصور لكم. اليوم خرجت لكم شي شويه من الروتين ديال الطياب والدار وداك الشيء. دابا حنا راه دايزين حدا الحديقه ديال الحبو اللي كانت حديقه ديال الحيوانات شحال هادي، شحال جابنا الوالده البنات شحال شفنا ديال اللعيبات هنا ديال ما عارفين الحيوانات الدراري الصغار كيحماقوا على داك الشيء. المهم حنايا غادي للمدينه ولي درنا انتوا معاه البنات. هبطنا للمدينه خلاص تحمقني هاد البلاصه البنات الهديم هادشي بلاصه الفخار وهذا. مهم بنات مكناس وهاد النواحي وداكشي راه عارفين، واللي بعيد وهذا علاش لا، والناس الخارج كيبغيو الناس يتفكروا البلاد ويشوفوا هادشي كيعجبهم الحال. المهم هادشي ديال الفخار وهادشي هنا التقليدي اللي بغى البصاعي واللي بغى هادو طواجن. المهم انا دوزو معايا هاد النهار هذا الويكاند هاد نهار السبت كما دوزتو انتوما معايا. دي صحه العديم البنات غزاله خاويه يلا الصباح. المهم انا اختكم غدا للمدينه، خديت شي حاجه من المدينه شفت شي حاجه بغيت نصور شي حاجه. المهم انتوما معايا في اي حاجه درتها البنات كيدوزو الناس كتخاف تصورهم البنات. يلا البنات شكون اللي عاقله فيكم على هاد المصاصه؟ هي ياك الشريفه هي قديمه قديمه يا البنات. عرفتي كنحماق ملي كيبقى نتفكر شي حاجه ديال زمان كتحس بواحد الفرحه يا سلام. ها انتم والفرفارة ياك لعب وكل زعما ما لا يخطي عليه قال لك جديد ليه جده
والبالي لا تفرط فيه انتوما ولا هاد المصاصه انتوما البنات. البنات حنايا وجينا لهاد المحل ديال الكوبويات ديال الثوب، هذا راه الكشمير البنات، الكشمير الزوين ما عرفتش كيبان لكم حيت راني محيده الفلاش. شوف الالوان ديالو، هذا راه واحد الخضر فيه ملكي كيخرد لها البنات، كيخرد لي يعني كيسطي. وهذا هو لا طوندونس ديال الثوب البنات، هو هاد لا كولور هادي. كاين هذا شوفوا كي داير، مهم تويبات فنيه البنات. دابا جينا نتغداو في الزيتون مطعم الوان، راه اللي ما جاش مطعم الوان البنات تاخذ الحوت، راه ما كليت والو في الكناس، حوت طري بحال يلاه خارج من المرصى. هذا بالنسبه لهذا المطعم كاين حدا القصر ديال عمة الملك اون فاس الثانويه التاهيليه ابن الرومي. يلا البنات ندخلوا نشوفوا شنو داكشي اللي كيسربي، وخلاص انا مورفه كناخذ عندهم وانتم معايا. هانتوما البنات كي بحال هكا لو بغيتو لي سلطات فاغي بحال هكا، كيديروا سلاطه عندهم الزيتون بصله ومطيشه، سلاطه ماروكين. كاين زعلوك عندهم واحد زعلوك البنات، ما نقول لكمش اللي ما كلات زعلوك في الوان ما كلات والو. هانتوما ايوا زعلوك على حقه وطريق، زعلوك سوسي مكناسي ياك. يلا نوريكم الحوت وندخلوا باش ناخذوا اللي داكشي اللي غيخصنا. هانتوما بالنسبه للحوت البنات هما كيسربيو كلشي عندهم، يعني الحوت الابيض وداكشي. المهم تشوفوا نتوما شنو غتبغيو تاخذوا في البلا ديالكم، حوت طري وغزال البنات راه بحال يلا جبتوه من المرصة. المهم راه اللي ما جاتش الالوان في مكناس ما جات حتى شي بلاصه البنات. دابا بالنسبه للونطري كيعطيو هكا حتى انت وشنو بغيتي، كاين الصاده ديال البصله مطيشه غزاله البنات كيديروها احسن اللي كدار في الدار، صاله باغيي زعلوك خلاص راه قلت لكم زعلوك ديالهم زعما شي حاجه ديال الوعاره. وهاد لاصوص فنه البنات، وخلاص دابا عاد انتما الخل حامض، ودابا عاد غادي يجيبوا لنا الحوت. ها انتما اش كيقولوا لها فريتوره، فريتوره انتما البنات، هذه هي الفريتوره ديالهم انتما كيفاش دايره. المهم هذا هو الحوت اللي كيديروا هنا غزال حلو، هذا بلا ديال جوج ديال الناس هانتوما. المهم اتمنى عندهم مناسبه مقارنه مع الجوده شي حاجه. يا سلام قلت لكم بيا سلام واعر وكذا. المهم راه كاين مطار جا البنات راه فيا الجوع نمشي نتغدى. يلا باي باي عليكم دابا البنات، صافي سالينا شغالاتنا سالينا الدورات رجعنا للبليده. هانتوما معايا نضرب بكم دويره في وسط المدينه ديالنا، مدينه صغيره خفيفه ظريفه واحد الدويره. يلا عيانه اختكم دقدقه مسخسخه، كنتمنى اليوم نكون خرجتكم شويه من الروتين ديال الكوزينه وشغالات وداكشي، فوجتوا معايا شويه ضربنا دويره كاملين. يلا البنات كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، اللي عجبو الفيديو دير لينا لايك وخلي تعليق زوين ولا تعليق خايب فحال فحال البنات. يلا السلام عليكم، ما تنساونيش تضغطوا الاسفل الفيديو تضغطوا على زر الاشتراك، صابوني سبسكرايب باش يوصلكم الجديد ديالي البنات. يلا باي باي عليكم.